السلام عليكم. حرف اليوم هو حرف اي. حرف اي، حرف اي بنكتبه ازاي؟ بنعمل الخط لتحت داون، بعدين اكروس اكروس اكروس. ممكن نكتبه بطريقه تانية، نكتب نمشي على السطر وننزل تحت ونمشي على السطر كده، وبعد كده نعمل واحد تاني في النص. حرف اي سمول بنكتبه ازاي؟ بنعمل اكروس وبعدين هاف سيركل، كروس وبعدين هاف سيركل. هنا تحت معمول ثلاث خطوط بتوع الكراسة الخاصة باللغة الإنجليزية، اللي هي ثلاث سطور. ممكن نقول زي ما قلنا نعمل اكروس داون اكروس وبعدين واحد في النص، وبعدين في الحرف السمول بنعمل خط على السطر وبعدين هاف سيركل. هنقرأ الكلمات. egg eggplant elephant Nate. Egg طبعا يعني بيضة، هنوصلها بالبيضة. Egg plant الباذنجان، و elephant فيل، و 8 رقم 8. ده حرف اليوم، حرف الإي. شكرا جزيلا استماعكم.